ولنقاش الملف اليمني وآخر تطورات الوضع هناك، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركزي اليمن الأستاذ صالح الجبري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. في ظل استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ومأرب وتعز، ماذا تبقى من الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية في ظل كل هذا التصعيد العسكري؟ شكرا جزيلا. الحوثي لا يعرف للسياسة طريق، هو يعني انقلب على دولة وبالتالي يعاند ويهاجم، وكأنه وجد ضوء أخضر منذ أن شطبت الإدارة الأمريكية اسمه من قائمة الإرهاب وتوجه صوب مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من 3 مليون يمني نزحوا من كل المحافظات التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. وعجز الحوثي عندما وجد مقاومة شعبية في مدينة مأرب وسقط منه الآلاف بين قتيل وجريح، ووجد يعني مقاومة كبيرة، ثم انتفض عليه الشعب اليمني في مدينة تعز، وحققت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ما يقارب أكثر من 220 كيلومتر مربع في أسبوع واحد فقط، ثم انتفضت الآن مدينة حجة وتحديدا في منطقة عبس. هذه كلها رسائل أن الحوثي مرفوض شعبيا وأنه لم يقبل بالسلام، وأنه يتكلم أمام الإعلام بأنه يريد سلاما ولكنه للأسف الشديد يعني يهاجم اليمنيين والمدن اليمنية، وعندما يجد مقاومة شعبية في جبهة القتال للأسف الشديد من أخلاقه السيئة والدنيئة يتجه إلى أو يلجأ إلى استخدام الصواريخ يعني لضرب المواطنين والأبرياء كما حدث بالأمس في إحدى المدارس للطلاب. في هذا السياق بالحديث عن المدنيين، إلى أي مدى تستدعي هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي على المدنيين تستدعي موقفا دوليا جدا؟ هذا هو المطلوب الآن من المجتمع الدولي، يعني المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبا تطالب بفتح ممر إنساني في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وأن رفع اسمه من قائمة المنظمات الإرهابية كان بحجة ألا يتأثر الشعب اليمني. طيب ما الذي يحدث الآن في مأرب؟ أكثر من 15 ألف أسر الآن تنزح من مكان نزوح أصلا لجأت إليه قبل سنوات وتنزح الآن إلى أماكن أخرى. أين هذه المنظمات الدولية؟ أين أمريكا؟ أين الدول الغرب الآن التي تتشدق وتطالب الآن بوقف العمليات العسكرية عندما وجدت أن الحوثي الآن يحاصر ويتم ضربه من قبل القوات الجيش اليمني والشعب اليمني الذي انتفض الآن في معظم محافظات اليمن؟ إذا هناك للأسف الشديد يعني الدول أمريكا وبعض الدول الأوروبية يعني تتعامل بمكيالين، وكأن هناك في ضوء أخضر وأصبح الملف اليمني هو عبارة عن مساومة بينها وبين إيران من أجل الملف النووي، لكن القرار السياسي والعسكري يبدو أنه الآن ماض في تحرير بقية المحافظات اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية. الخارجية الأمريكية قالت أنها تسعى لتنشيط كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن قريبا، إلى أي مدى استثمرت ميليشيا الحوثي في مثل هذه التصريحات؟ ولهذا هي تعجل ميليشيات الحوثي، وكانت تأمل أن تحتل مدينة مأرب خلال أسبوع، لكن لها الآن ما يقارب الشهر وهي لم تتقدم خطوة واحدة باتجاه مدينة مأرب. هي وجدت مع الأسف ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية باحتلال ودخول مدينة مأرب كآخر معقل للشرعية في المناطق الشمالية، وهي كما يسمونها مدينة مأرب مدينة النفط وما إلى ذلك. وبالتالي مع الأسف الشديد ما نسمعه من الإدارة الأمريكية هو كلام عبر وسائل الإعلام، لكن يبدو لي أن القرار هو يعني بدأ يتغير الآن، لأنهم وجدوا أن الجيش والشرعية اليمنية انتفضت وبدأت يعني تعيد كثير من المناطق إلى الشرعية وإلى الحكومة اليمنية، وبدأ الحوثي الآن يتراجع تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. المعادلة كان يريد الحوثي أن يحتل مدينة مأرب من أجل أن يفاوض وهو منتصر
وقد يعني اسقط يعني مدينه او اخر مدينه بيد الشرعيه، لكن المتغيرات في الميدان كانت بعكس التيار، وهناك الان تغيير حتى في اللهجه الامريكيه وبعض الدول الاوروبيه من اجل الدعوه الى الحوار والسلام. كلما تقدم الجيش اليمني والمقاومه الشعبيه على ميليشيا الحوثي الارهابيه نسمع نداءات وقف السلام ومن اجل الوضع الانساني وما الى ذلك. شكرا جزيلا لكم صالح الجبري رئيس مركز يمن، حدثتنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.